السلام عليكم. عفاف عثمان الهوني. طبعا أنا اليوم فخورة جدا في جمهورية مصر، طبعا فخورة في أرض الكنانة، وحابة نشكر كل من استقبلنا هنا في جمهورية مصر، وحابة نشكر اللي على رأس الهرم الدكتور معتز والدكتورة رشا وبقية الجروب. وأنا موجودة اليوم هنا بصفتي تحصلت على رائدة الأعمال اليوم، طبعا فخر لي ولكل أخواتي الموجودين، وأنا فرحان أن جمع عدة من الوطن العربي اليوم تم تكريمهم، وشكرا.